بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان عندنا تمرين هذا بدنا نعمل زيه. ايش هي المهارات اللي احنا استخدمناها في هذا التمرين؟ اول حاجة المهارة، مهارة تغيير اتجاه الصفحة من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، هاي اول مهارة. فكيف بدنا ننفذ هذا الكلام بعد ما نكون طبقنا المهارات السابقة؟ ايش هي المهارات السابقة اللي احنا اخذناها؟ انشاء مصنف اكسل، صح؟ كيف بنعمل المصنف الاكسل هذا؟ نيجي هنا نعمل بزر الماوس اليمين نيو اكسل وركشيت او مصنف اكسل، هي في هذا الاتجاه. هنا عملنا المصنف، بنعمل اعادة تسمية للملف. هذه مهارة سابقة اخذناها، بنسميه مثلا جدول. لاحظوا ايش انا كتبت؟ لغة انجليزية. كيف احول اللغة؟ بضغط على لوحة المفاتيح على زر ستارت، بضلني ضاغط عليه ما برفع ايدي، وب اللي هو السبيس بار او اللي هو تبع المسافات هذا، او اللي بسموه بعض الناس مسطرة، بضلني اضغط. انا ايدي على الستارت بوتون هذا او زر اللي هو الستارت البداية ابدأ، وبضلني اضغط على المسطرة. هيك بقى ابدل بين اللغات، صح؟ انا ايش بدي؟ عربي، بأصل إلها بأرفع إيدي، بأمحي الكلام هذا، بكتب جدول دراسي. هين عملته انتر، بدي أفتح الإكسل الآن. أنا عندي ملف، قديش حجمه هذا الملف؟ هيو 7 كيلو بايت، حجمه 7 كيلو بايت. بضغط دبل كليك عليه بالماوس حيفتح. طبعا غير هذا، هيو فده جديد. إيش أول مهارة بدي أتعلمها؟ تحويل اتجاه الصفحة من الشمال لليمين أو من اليمين للشمال. إذا باجي هنا على البيج لي أوت أو اللي هو الصفحة، هيكل الصفحة أو تخطيط الصفحة، وفي هنا عندي صفحة يمين لليسار، لو ضغطت عليها حتتحول، لو رجعت مرة ثانية ضغطت عليها حتصير في الاتجاه الثاني، تمام؟ صفحة من اليمين للشمال هيها صارت في هذا الاتجاه. طيب الآن ماذا أفعل؟ عند الصورة هنا بدي أعمل زي هذا الملف، بدي أتعلم الآن مهارة ثانية، وهي كيف أنا أخلي صفحتين عندي على نفس الشاشة، يعني ملفين أو تطبيقين أو إيش ما بدي بأعمل أنا، بحيث أنه أنا أشوف الأشياء اللي موجودة في جزء من الصفحة أو أطبق في جزء من الصفحة، تمام؟ فهذه المهارة مهارة ويندوز، ليس لها علاقة بالإكسل. حأمسك الملف اللي أنا فاتحه هذا، مثلاً أمسكه من المقبض من أعلى هنا، وأظل ضاغط وأمشي على الزاوية الشمال هنا. لاحظوا إيش عمل لي هنا؟ أكشن، واضح إنه هو قسم الصفحة تبعتي لنصين، أي واحدة منهم. حكى لي مين النص الثاني بدي يجي، فبحكي له الملف الجديد، فصارت عند الصفحة إيش؟ أو الشاشة منقسمة لصفحتين. هذه مهارة. الآن بدي أبدأ أطبق. ما ببدأ بالتنسيق، ببدأ بالكتابة والإدخال مباشرة اليوم. لما بضغط انتر، لاحظوا سلوكه ايش بيسوي؟ هو بنزل سطر، بنزل سطر في نفس العمود، تمام؟ حأبدأ الاثنين، الثلاثاء. هو طبعا في إمكانية ان احنا نعمل الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة ايش؟ ليست قائمة. ما بدي أعملها الآن، بدي أتعبكم شوية في موضوع الكتابة. الأربعاء، الخميس، الجمعة، آسف، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. بدي أكتب هنا الحصة الأولى كتابة، ما نسقت لسه ولا شيء. الحصة الأولى. الآن عشان أنتقل على الاتجاه الثاني، هذه المهارة الثانية، إنتر إيش بيسوي؟ بينزلني سطر، لكن إيش اللي بده يخليه يتحرك أفقي؟ لو كان إنتر بيتحرك رأسي، كيف بدي أخليه يتحرك أفقي؟ بضغط على تاب، زر تاب بلوحة المفاتيح. طبعاً في إمكانية لأغير سلوك مفتاح الإدخال اللي هو الإنتر، بدل ما يتحرك في نفس العمود سطر خلية ثانية تحت،
ممكن أغيره، يتحرك لأعلى، يتحرك لليمين، يتحرك للشمال. هذا كلام له علاقة بالخيارات. فايل في عندي هنا حد اسمها أوبشنز أو خيارات. في الإديتنج هنا أو في الأدفانس، خلينا نشوف مفتاح سلوك الإدخال إيش بصير فيه. ففي خيار بكون هو إيش؟ إنه ينزل لأسفل. نشوف الخيار وين موجود في الأدفانس أعتقد. هيا after pressing enter move selection، يعني لما انا اضغط انتر على زر انتر، زر الادخال اللي هو الاختيار او تحديد ايش الخليه ايش بده يسوي، الحركه تبعته بينزل وين؟ داون يعني لاسفل، او رايت على اليمين، او اب او تو ليفت، فحسب ما بدي. هو في العاده ايش محطوط؟ للاسفل. فلو بدي احطه ليفت مثلا، هاي اوكي. الان انا بكتب الحصه الثانيه، الان بضغط الشتاب، بضغط ايش؟ انتر. لاحظوا بدي اضغط انتر امامكم، وين راح؟ على الجهه الثانيه. لكن يفضل الوضع الامثل لنا انه احنا نخلي الانتر ده يتحرك لاسفل والتاب يتحرك للشمال، تمام؟ اذا حرجع ثاني اضغط فايل اوبشنز، في عندنا هنا في الادفانس بحكي لي ايش اسوي، بحكي له دم. لو شلت الصح هذا معناها مفتاح انتر ما له لزوم، ما بيتحرك، بضل وين؟ في نفس الخليه. بس ايش بيسوي هو؟ بغير وضع اللي هو التحديد، اسف، وضع التحرير لتحديد، لما حكينا عليها المحاضره الماضيه وضحكنا، عملنا نكته ابو لطفي وخلتنا تحديد او خلتنا تحرير، مين بكون مرته تحرير ولا تحديد؟ تحرير مرته، يعني وجود ابو لطفي اللي هو المؤشر هذا جوا الخليه، اذا نحن في وضع تحرير. ايش يعني تحرير؟ يعني نعدل ونضيف كما نشاء. التحرير الببلشنج هذا او الايديتنج معناها انه احنا فينا نعدل محتوى الخليه زي هيك. فوجود الان هذا في وضع ايش؟ احنا هيك. هل المؤشر مبين؟ اذا احنا في وضع ايش هيك؟ تحديد. لكن لما يصير الكلام جوا صار ظهر مين؟ المؤشر، اذا احنا في وضع تحرير، صح؟ فالان انتر ما تحرك، بس ايش سوى؟ غير من وضع تحرير الى وضع تحديد، صح؟ تمام. هاي الحصه الثالثة، اضغط انتر ما حيتحرك، ليش؟ لأن أنا لغيت تأثير الحركة على مفتاح انتر، صح؟ في الحالة هذه في أن نستخدم التاب أو الأسهم. هاي التاب الحصة الرابعة، تاب الحصة الخامسة، هذه كلها مهارات سلوكية في التعامل مع برنامج الإكسل. تاب الحصة السادسة، تاب الحصة السابعة. بدي أرجع أفعلها بفعلها، وأنا مع أنه أنا أخذ الوضع الافتراضي. طيب الآن بدي أسجل الأوقات تبعت الحصص تبعتنا، يعني الحصة الأولى متى بتكون، والحصة الثانية متى بتكون، والحصة الثالثة متى بتكون، صح؟ فهذه من 0 إلى 9 كتبت هيك احتراما للارقام. اذا كتبت خمتين فلازم اضلني بالشمال احط 0 قبل حتى ابقى على نفس اللي هو ترتيب الارقام. كيف بدي اكتب اللي هو النقطتين هذه تبعت الوقت؟ بضغط شيفت، تمام، وفي حرف الكاف، هاي الكيبورد بدي اكبرها امامكم، هيها يعني انا حمسح هذا شيفت، وهنا صار نقطتين، الساعة 9 إلى 09 شيفت وكاف، تمام، اللي هي 49 دقيقة. خلصت بضغط تاب، هي التاب اللي بعده. الحصة الثانية متى بتبدأ؟ الساعة 9:40 دقيقة إلى 10:30، 10 شيفت وكاف و20 دقيقة. ايش بعمل؟
تاب. هذه المهارات لازم احنا نتقنها. اذا انا اتعلمت مهارة استخدام الانتر واستخدام التاب، خلاص ما بدي اكمل، انتوا بتكملوها هذه. الان انا في عندي المواد اللي انا بدي ادرسها اللي هي تكنولوجيا المعلومات، حساب، رياضيات، ايش بيكون عندي مسميات ما بعرف. لاحظوا انا هنا ايش بسوي؟ بختار اختيار. شفتوها القائمة؟ شفتوا القائمة ولا ما شفتوا هالشيء؟ كيف بدي اعمل قائمة زي هذه؟ ما باجي ولا مكان هنا، باجي خارج الجدول تبعي، باجي بكتب مثلا المواد الدراسية، تمام؟ بكتب تحتيها مباشرة المواد تبعتي، تكنولوجيا مثلا، بدي اكتب انزل بالسهم لاسفل، انا بستخدم الاسهم الان، بدي اكتب رياضيات مثلا، اكتب كيمياء، ولو بدي استمر باكتب زي ما بدي فيزياء زي ما بدي. شوف ايش حسوي الان، القائمه اللي انا بختار منها مين هي؟ هذه، صح؟ فباجي هنا بدي اكبر هذه بعد اذنكم شويه على حساب هذيك. فباجي مثلا انا في الحصه الاولى يوم الاربعاء، هاي يوم الاربعاء، هاي الحصه الاولى، بدي اختار اختيار، بدي يظهر لي سهم هنا زي هيك. مصدر السهم وين؟ قائمة هيها. فايش بسوي؟ بس باجي هنا بحدد اليوم، وبعد كذا بأعمم. في عندي هنا حاجة اسمها قوائم، قائمة ليست، تمام؟ هنا في الداتا، شوفوا في الداتا أول حاجة، آسف، في الداتا اللي هي البيانات باللغة العربية، في عندي هنا حاجة اسمها تحقق من البيانات باللغة العربية، داتا فاليديشن، انت حتجدوها التحقق من البيانات. هنضغط عليها، هختار آلية التحقق. آلية التحقق عندي هنا بحكي لي اسمح بأي قيمة، اسمح بأي قيمة، لا أنا ما بدي اسمح بأي قيمة، تمام؟ ولا رقم، ولا رقم عشري، إنما سأختار قائمة ليست، إيش اسمها؟ اللي هي قائمة، أختارها. أنا بسمح لي إنه يكون المحتوى تبع هذه الخلية ليست أو تاريخ أو وقت أو نص بطول معين، تمام؟ أو أنا أختار الأشياء اللي بدي إياها. الآن أنا حسلم وأختار مين؟ قائمة ليست، هاي ليست. حكاني مصدر القائمة وين؟ طلع لي هذا الخيار، حكاني مصدر القائمة وين؟ فممكن احط المؤشر هنا واجي احكي له من هنا لهنا هيك، تمام؟ اوكي خلص. الان بختار القائمة، هاجد البيانات موجود، هاي تكنولوجيا. طيب بدي اعمل هذا الاشي نفس الشيء كل مرة في هذا المكان، بدي اجي اعمل، اروح على الداتا وفاليديشن واختار هنا اللي هو تحقق من البيانات، واجي اختار ليست، هيك ايش بتصير الشغلة؟ مزعجة. هي بتزبط بس شوفوا تخيلوا مشكلة. طب والحل؟ الحل ان انا امسك هذول هيك، صار المؤشر شماله كل مرة نفس الشيء. لاحظت ايش سويت؟ هكررها، لو اجيت من اسفل هنا وسحبته لاعلى هيو زبط، ولو سحبته على اليمين وعلى الشمال برضه بزبطها. صار عندي قوائم كلها عبارة عن ايش؟ قوائم. طيب الآن بدي هذا كله السطر، هذه ما فيها هنا، فيها قائمة، ايش بسوي؟ باجي على اللي هنا وبعمل هيك سحبت، صار عندي هنا قائمة وهنا قائمة. اذا بعلم السطر كله هيك وبنزل لبقية الجدول، صار الآن في أي مكان في أن أنا أختار. عندي هنا أرجع تاني للقائمة تبعتي، يوم الأربعاء الحصة الأولى تكنولوجيا، هاي تكنولوجيا. وإيش في عندي كمان؟ عندي الحصة الخامسة يوم الثلاثاء، هاي الثلاثاء، في عند الحصة الخامسة بختار تكنولوجيا، وهكذا صار، تمام؟ إذا اتعلمنا مهارة إنه إحنا بدل ما ندخل البيانات، طبعاً هذه المعلومة ناقصة، في شغلة ثانية أنا كان لازم أشرحها، إنه هو لازم يلتزم بالمحتوى تبع القائمة. لو ضفت هنا مثلاً جغرافيا، حتجدوها في القائمة مباشرة هنا، لو عندي جغرافيا هختارها أنا، حأجد إيش؟
جغرافيا. شفتوا ايش الميزة في الموضوع؟ تمام. الآن خلصت أنا، يفترض إنه أتعلم الآن مهارة التنسيق. مهارة إيش؟ التنسيق. في مهارة التنسيق في عدة مهارات. أول حاجة ملاحظين إنه الحصة الأولى مبينة، لكن الكلام اللي هنا إيش ماله؟ أكبر من محتوى الخلية. فإيش بدي أسوي؟ بالخط الفاصل هنا ما بين العمودين بضغط دبل كليك بالماوس مرتين ورا بعض، يعني على زر الماوس الشمال، ها دبل كليك يسار وسعة الخلية، وهذه دبل كليك وسعة الخلية. هذه هي المهارة. إذن هذه مهارة يعني في توسيع الأعمدة. ما بدكم دبل كليك، اسحبوها، هيها كبرت، زغروها تمام بالخط الفاصل. أنا بتحرك يمين وشمال زي ما بدي، بس الأفضل إلي دائما إن أنا أجي على الخط الفاصل هذا وأضغط دبل كليك. الكبير بيصغر، وإذا صغير بده يكبر بكبره، بياخذ الحجم أكبر عرض عمود موجود. تمام؟ أوكي، الآن بدي أبدأ أنسق، فبظلل المنطقة هذه كلها. في عندي تنسيق خلايا اللي هي ممكن في الصفحة الرئيسية هنا، لو أجيت ضغطت على هذا السهم تمام بكبر لي إياها، أو في عندي هنا كنترول واحد، كنترول واحد، أي كنترول واحد حيكبر لي تنسيق الخلايا، وهذا اللي أنا محتاجه. أول مهارة بدي أتعلمها الألوان، أو آسف قبل الألوان بدي نعمل الحدود. بدنا نعمل الحدود، في حاجة اسمها بوردر يعني الحدود، هنعلم عليها. مثلا بدي الحد الخارجي، هذا اوتلاين يعني الحد الخارجي، انسايد الحد الداخلي. فممكن اول شيء اختار النمط، الستايل اللي هو النمط تبع الخط، فممكن اختاره عريض، ممكن اختار اللون يكون لونه، بدي احطه احمر الان حتى يبين امامنا. اذا انا عملت الحد مين؟ ها الخارجي. بدي الداخلي، بعلم اول اشي بختار النمط، بدي اختار نمط ثاني بلون ثاني، معلش سامحوني على الالوان، اخترت النمط وبجي بحكي له انسايد اعمل لي اياه، او بشيل الصح هنا تمام بستبدله، او بلغيه، او برجع مره ثانيه باختاره. وصلت الفكره؟ سواء كنت بدي استخدم هذولا أو في الشكل نفسه، كيف بسوي؟ بس بنقر على المكان اللي أنا بدي إياه أو بدي ألغي. والأفضل هاي نان، برجع تاني بأعلم هاي أوتلاين وهاي إنسايد، صار كله نفس الحجم تمام. هاي نان مرة تانية، هاي هذا عريض، ممكن أغير النمط وأحطه إنسايد. أوكي، لاحظوا إيش صار عندي اللون الأخضر. هذا بدي له خلفية يعني فيلينج، تعبئة، بدي اعمل له تعبئة. اذا بضغط كنترول واحد، هو حكى لي هنا الفيل، التعبئة. انا بعطيكم المصطلح بالعربي وهو موجود امامنا باللغة الانجليزية. فمثلا ممكن نحطه لون ازرق، هاي التعبئة صارت لون ازرق. الان بدي اعمل هذول نفس الشيء لون ازرق، ممكن اظللهم كلهم، او اخذ مهارة ثانية وهي نسخ التنسيق. فباجي هنا على اليوم مثلا، بعلم على الفرشاية هذه معناها فونت بينتر او نسخ التنسيق، فورمات اسف بينتر نسخ التنسيق، بعلم عليهم وبانزل تحت هيك، حيصيروا كلهم بنفس الكيفية. لاحظوا لكن ايش عمل لي هنا مشكلة؟ انه اخذ تنسيق الحد الخارجي تبع كلمة اليوم اللي في الاعلى هذه. فبدي اعمل تراجع، كيف بنعمل تراجع؟ كنترول زد، هاي كنترول زد تراجع، وباجي بعلم هذول هيك، ومرة ثانية كنترول واحد. هذه كلها مهارات لازم نمتلكها نحن. الآن بتواجهني مشكلة الخط نفسه وحجم الخط، ممكن أظلله كله هيك. وفي طريقة ثانية للتظليل أو تحديد المحتوى. لو أجيت ضغطت أنا في الزاوية اللي على اليمين هنا، شفتوها اللي هي اليوم اللي هي الخلية، واجيت ضغطت شيفت، ضليت ضاغط شيفت واجيت على الزاوية اللي تحت هذه اللي هنا، ايش سوى هو؟
حدد أول واحدة، هاي حددتها، هاي كمان مهارة، حددت مهارة اللي هو اليوم. بدي أحدد لهنا يعني ما بينهما لغاية الحصة السابعة، بضغط شيفت وبرجع الحصة السابعة، حدد اللي هو السطر. طب لو في سطر مختلف أو في عمود مختلف بضغط برضو شيفت، هي ظلل لي ما بينهم. هو بيجي برسم هيك خط هيك وخط هيك، وين أنا أجيت انتهيت هنا برسم خط هيك وخط هيك، فاللي بدخل بين اللي هو الخليتين هدول هو اللي حيدخل في إطار التحديد، لكن آلية الشغل تبعته أو برمجته بالشكل هذا. بدي أغير الخط، ممكن كنترول واحد أجي على اللي هو الفونت أخليه بولد، أغير نوع الخط مثلا، هنا في عندي خط أنا مسميه مثلا بالانجلش ذا، هنا ما اجى تي ما بين عندي، ببحث عنه ار اس ذا سينس، كبر حجم الخط تمام، هاي تنسق امامي. كيف بدي اسوي؟ هذه مش مبينه الحصه الاولى والثانيه والثالثه، ايش اعمل؟ برجع للمهاره اللي تو تعلمتها، بضغط دبل كليك في الخط الفاصل، هيك انا اشتغلت الشغل اللي بدي اياه تمام. في مهارات ثانيه لكن انا هتوقف عند هذه المهارات اللي انا شرحتها الان، يعطيكم الف عافيه.